معي من القاهرة دكتورة رشا الجندي، أخصائية نفسية واجتماعية. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتورة رشا. لماذا يكذب الطفل؟ أنا بقى اسمحي لي، إحنا برفض كلمة كذب أربطها بالطفل، لأن الطفل ما يعرفش يكذب، يعني ما يعرفش يقصد إنه يكذب. الكذب هنا مرتبط بإن الإنسان واعي وفاهم هو بيعمل إيه، ولكن الطفل قد يتخيل، قد يهرب من العقاب، عاوز يلفت انتباهك ليه، يمكن عاوز صحيح هاي كلام. كأسباب الكذب اللي يعني انت ضد شكله حضرتك ضد هالكلمة للولاد، صحيح، بس بالضبط هو بيكون واعي يعني مش عارف يمكن خطورة بالضبط الكذب على كبر لما يكون الكذب على شيء مهم، بس هو واعي انه هو مش عم بيقول حقيقة. اوكي، بس هو هنا لا شعوريا مش بيقول انا هعمل كذا، الطفل لا شعوريا قد يغير من الواقع اللي بيحصل زي ما قلت لحضرتك، اما ان هو بيتخيل، ودي زي ما لسه انا سامعه من شويه انه في الجزء اللي عرضتوه ان هو بيكون عنده نسبه من الذكاء، صحيح، يعني بالدراسة نسبة من الذكاء، ايه بالظبط، بسبب ال لان الطفل بس الطفل لقول اللي الدراسة كرمال لك حضرتك تعلق عليها دكتورة رشا، بسبب الذاكرة الدراسة حكت بسبب ذاكرته القوية هذا بيطلبوا الكذب، وبسبب خياله الواسع. خيال الواقع بالظبط كده، والانسان اللي بيتخيل هو انسان مبدع، فالطفل لما شجعه من صغره على انه يتخيل وشجعه ان هو يطلع الخيال بتاعه في حاجه مفيده، ما هنا بيجي دور القائمين على الرعايه، بيكتشف ان الطفل بيتخيل كتير مش بيكذب، فالخيال الكتير ده هم بيقدروا يستغلوه في الصح او يموتوه ويستغلوه في الغلط، فلو استغلوه في الصح ممكن يترجموا الخيال ده في ان الطفل ده يخلوه يكتب قصص، يألف مسرحيات، يمثل، فبيبدع او بيطلع خياله في حاجة إيجابية. فاهماني حضرتك؟ جميل. لكن لما طيب دكتورة بهمل رشا، ده وبعاقب الطفل عليه إذن انا بموت الخيال ده عنه، وفي اسباب حلو. ثانية بس ده السبب الاهم يعني. بالنسبة للأسباب الثانية، الطفل يهرب من العقاب لأنه لما بيقول الحقيقة لأمه أو أبوه أو القائمين على رعايته بيتعاقب بالضرب البدني، بيتعاقب بالإهمال، بيتحرم من حاجة هو بيحبها، فهنا المهم إن القائمين على رعايته يركزوا مش في إنه ما قالش الحقيقة، لأ، إيه اللي خلاه ما يقولش الحقيقة؟ صحيح، انه خايفين من أنا شيء. طيب بس بخوفه. استفسار اخير لنستفيد من الوقت اكثر دكتوره أكيد. رشا، واسمحي لي، ممكن يكون بيقلد لسبب مهم برضو، بيشوف الأم بتعمل كده والأب بتعمل كده فبيقلدهم، فهو في كلا الحالات مش واعي اللي هو لا شعوريا ممكن يكون ولا كمان ضمن يقدر الاسباب عدم ثقه، يعني يريد لفت النظر حتى لو اشياء سلبيه. هو يريد اهتمام، بيلفت نظر أمه، هو عارف إن هو لما بيكذب هي بتبدأ تهتم وتقرب منه وتسأله طب ايه ده، وتديله اهتمام اكتر، فممكن يقصد ان هو يكذب عشان ياخد اهتمام مش عشان يضر حد، وده الفرق بين كذب شكرا التخيل جزيلا الافتراضي لك او دكتورة تخيل رشا. افتراض الواقع ما بين كذبنا احنا. العافية. على هذه المشاركة القيمة، شكرا دكتورة رشا الجندي، أخصائية نفسية واجتماعية، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة.